السلام عليكم، اخباركم يا جماعه؟ انا سمعت عن مطعم اسمه فايف جايز، قالوا ان المطعم ده كويس جدا 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 واكله مختلف، فانا هجرب النهارده واصور لكم التجربه ونشوف كده مع بعض. المطعم يا جماعة، أنا وصلت هنا فايف جايز. المطعم موجود في الزووك في الممشى في منطقة الجي بي ار، فهنخش دلوقتي ونعمل اوردر ان شاء الله. طبعا الجو حر مع الماسك ده كمان، ما اقولكوش يعني حاجة صعبة. خلينا نفتح الاوردر مع بعض كده. سر السندوتش ده في اول قطمه، قالوا ان لازم تاخد القطمه كده زي ما هي تحس بالقطمه بتاعته. خلينا نجرب كده. نعمل البرجر هنا سبايك بطاطس وبرجر. هو بالمقارنة بالسعر السندوتش ب 44 درهم تقريبا، كده غالي مش رخيص يعني. الطعم حلو أوي وكل حاجة كويسة أوي والخدمة كويسة، لكن مازال السعر عالي يعني. 44 درهم أغلى بكتير بالنسبة للسندوتش. سعر وجبة كاملة مع وجبة لحمة وجبة فراخ كاملة. من ضمن الحاجات اللي لاحظتها عند الأكل فيه ملح زيادة، ملح زيادة شوية طبعا. كتجربة أنصحك تجرب مفيش مشكلة، لكن كأكل تعتمد عليه أكل غير صحي بالمرة. البرجر والحاجة الساقعة والبطاطس المقلية كل ده أكل مضر بالصحة وكله كالوريز ومفيش أي فايدة للجسم يعني، مبنصحش بيه. متنساش بقى تجمع كل أكلك وحاجتك وتمسح ترابيزتك، تمسح مكانك وترمي كل حاجة وانت ماشي. انا رأيي بالنسبة للموضوع بعد ما كنت وبعد ما خلصت، عشان تاخد سندوتش برجر حجمه يعني مش كبير، زائد حاجة ساعة اذا كانت كولا او سبرايت، زائد بطاطس بتدفع 80 درهم، فكتير قوي قوي يعني، ما يستاهلش الاوفر اللي معمول عليه يعني. هو كمطعم مطعم كويس وخدمة كويسة والأكل عادي يعني، مفيش حاجة واو يعني.
اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.